سمعي عندك يطلقي دابا تات ولدي عاد هذيك الساعه رفعي الطلاق على المحامي باش يبقى يما ديما مجردف الى اخره ويؤدي النفقه ويبقى عمر حياته يطفر وما يقدرش يتزوج مره اخرى. تات ولدي عاد طلقي باش بديك النفقه غيبقى ديما مسيزي وما يقدرش يتزوج مره اخرى. السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناه الاوديو سي تي في. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع شائك ومهم وحساس، الا وهو علاش دائما كنشوفوا الدراري كيطلعوا العيالات البلجيكا الفرنسا الاسبانيا كندا الامريكا وريفر، يعني كيتزوجوا كيطلع المراه ياك، بينما الدريات والعيالات نادرا ما كتشجع الاخرى وتطلع شي واحد من المغرب الشقيق ولا من الجزائر ولا من مصر. فواش النساء والبنات معاهم حق انه كيتخوفوا يطلعوا شي واحد؟ من جيتي انا وعلى حساب المشاهده اللي شفت والقصص اللي وقعت معاهم حق، نعم. وكاين شحال من وحده طلعت الولد وصدق راجل ونص ما تخلاش عليها وقف جنبها ومشى معاها ما شاء الله، وشحال من شماته طلعته المراه وصدق ما هو دري احسن منه. مثلا انا كنت في بلجيكا واحد المده، وحده السيده طلعت واحد من المغرب وباش طلعوا دفع يا ما دفع والمحامي والفلوس والاموال. المهم ملي كانت كتجي للمغرب كيبقى لاصقها دائما، يجي عندي من العائله تقريبا، عافاك وداه والله وكذا والى اخره، وانا نخدم عليك وانا ندير، وهي كانت كبر منه، فهمت؟ هي كانت كبر منه في السن، وهي دائما كانت كتخوف من هذه المساله ديال انا ما صالحش لك وانا كبر منك وكذا وكذا والى اخره. وملي كيهضروا مع الناس كتقول لهم ما مقتنعاش انا بالزواج ان المراه تكون كبر من الراجل، لان الاحساس ديال الانثى هو هذاك، هو كيقول الله وحلف بالله والايمان الغالضه. المهم مني منك كل عام كيوقع نفس الطلب نفس هذه، هنا كيقول والله انا ما غادي نتزوج، وكيقول مو الخال لديك الوالده ديالها اللي انا من العائله انا غنبقى دائما اعزب وانا ضحيه، انا والله ما نتزوج ولا نتزوج واخا تجيني الاخرى مديره مدرسه هكا. حتى الناس بدات كتقتنع بالسهره كيبغيها. المهم حتى هي تاقت بالديب ياك. المهم ضربوا الصداق داك الشيء، طلعت لين دفعت الوراق بالمختصر المفيد، اطلع خونا طبعوا لي الفيزا وطلع لبلجيكا، دوز 6 شهور عام عام ونص شد الوراق ديال الاقامه الدائمه ماشي المؤقته. اشنو دار؟ خواه ديك المدينه اللي فيها هي خواها ومشى لمدينه اخرى في بلجيكا، دبر عن شي دراري صحابو مشى كرا معاهم، فين الراجل ما نعرف، سرطات الارض ما بقاش كيبان، فهمتي؟ كتعيط له وداك الشيء، عرفتي باش كيقول لها واش انا غنبقى مجوج بالعزيزه؟ العزيزه هي جداتي، واش غنبقى مجوج بداده؟ دابا بالله عليكم بنادم اللي كيقول هالهضره هذه ماشي حاشاكم الخبت والخبائث، هادشي اللي كنقول لكم راه حقيقه بحال اللي شفتوها بعينيكم، لان هاد السيده هذه راه مباشره شفتها مع العائله ديالها وسمعت منها هادشي هذا. كيقول لها واش انا غنبقى مجوج بدادة بجداتي بالعزيزة اللغة الشمال لهجة الشمال؟ حتى ولات كتقول له يا ولد الناس غير اجي غير نطلقو سير الله يعاونك، ما خصها والو خصها غير تطلق. لا هو صافي هرب الاتساع، ما تلاش باغي يشوفها، بحال اللي خايف بحال اللي هادي. اشنو دارت يا مسكينة؟ على وعدها وسعدها ورجعت للمغرب ورفع دعوة الطلاق وكذا والغبور والشقاق وما نعرف وطلع وهبط باش طلقاتو وتفكات منه وسمحات لي، ما دعاتو ما والو باش ترجعوا للمغرب ولا لا، تنازلات على داك الشيء بنت الناس. علاش كنقول لكم راه بزاف النساء وبزاف البنات بنات الناس وبزاف الرجال اشبه الرجال شميت وما يستحقوش. يعني هنا البنت ديما كتخاف تطلع الراجل، على داك الشيء كتشوف انه الراجل يمشي غامر ويطلعها ومن بعد تصيفطو للحبس، كيوقع هذا الشيء ما نكروش، ولكن راه الغالبيه بنات الناس، لان شحال من الناس كنعرفهم طلعوا عيالاتهم لاوروبا والكندا والامريكا وعايشين بخير وعلى خير ووالدين وحامدين الله وشاكرينه، وما عمرناش في ذوك العيالات ديال الرجال ديالهم هكا باغي نخدم باغي نخدم باغي نخدم، لا يعني ماشي مشكله تقابلي الدار وانا غنخرج نواجه الحياه ونجيبها لك حتى للدار ونهز عليك القفه وعايشين بخير وعلى خير، كاينين وما اكثرهم. ولكن كاين شي اقليه، ها السلقوطات
غير كتطلع هنا كتدخل جروبات الفيسبوك وكذا كتبدا تتعلم. كتعلم تحراميات والنواعر، تتقول انا باغا نخدم، انا باغا هادي طا 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 طا، شي شويه منا كيوريو شنو دير. عرفتي وحده في الجروب هذا شنو قالوا ليها؟ راه قريت هذه، قريت بعيني، كتقول لهم دابا انا طلعت وما تلاش خاصني هذا الراجل هذا وخاصني نعيش حياتي. كيفاش خاصني نعيش حياتي؟ ما معنى شرحوا لي باغا نعيش حياتي؟ واش هذا الراجل ساد على في قفص مثلا ما عايشش حياته؟ لا، باغا نعيش حياتي بالعربيه، هي باغا نمشي مع هذا وهذا 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 وما نبقاش مرتبطه غير براجل واحد. انا باغا ندبر هذا يديني لهذا المطعم، والسيمانه الاخرى هذا يديني لهذا المطعم. هذه هي المعنى ديال باغا نعيش حياتي. عرفتي شنو قالوا لها في الجروب؟ سمعي، عندك تطلقي دابا تات ولدي عاد هذيك الساعه رفعي الطلاق على المحامي باش يبقى يما ديما مجردف الى اخره، ويؤدي النفقه ويبقى عمر حياته يطفر وما يقدرش يتزوج مره اخرى. تات ولدي عاد طلقي باش بديك النفقه، غيبقى ديما مسيزي وما يقدرش يتزوج مره اخرى. يعني شوف النصائح اللي كيعطيوها اعزكم الله الهاربات، دوك الهجالات السلقوطات كيعطيو هاد النصائح في الجروبات، حتى تزوجي عاد طلقي باش النفقه مورا ظهرو وما عمرو يقدر يعاود يتزوج. علاش هاد الحقد والانتقام صاحبي؟ علاش؟ الله اعلم. اذا هناك شر مستطير من بعض النسويات الفيمينيستات اللي متشبعات بالافكار النسويه. هاد الشيء كاين، وشحال من واحد راه في الحبس كنعرفوه الله يطلق سراحهم، من دوك النساء اللي طلعها من المغرب كانت كتلبس صنداله ديال الميكا وجلابه ديال 40000 فرانك، وملي طلعت لها دار القرون ولات كتلبس وكذا وتعلمات الى اخره والشخصيه، وصيفطات رجل للحبس، اولا اللي ما دارت والو كاع صافي تفكات معاه وعقدات حياته وما بقاش قادر يفكر في الزواج، جابها من المغرب وشو شنو وقع له، فما بالك يتزوج بها من هنا. ماشي معنى من هنا راه بنات السوق، لا، كاينين بنات الناس، ولكن راه في الصراحه حتى ولاد الناس راه قلالين، اشكاليه جد معقده. الحل ديالها شناهو كاين؟ الحل ديالها اشناهو؟ كما كنقولوا دائما ودائما كنقولوا الرجوع لله. والرجوع لله راه ماشي يتوضا وصلي، هي البدايه ديالها توضا وصلي فعلا اييه، ولكن خص بنادم يقرا على الدين ديالو. اول حاجه خص يقرا عليها السيره النبويه باش يولي عندك سيمبول، سيمبول يعني قدوه، واحد النموذج تقتدي به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وكتولي عندك قوه الشخصيه وما تبقاش انهزامي، ما تبقاش انهزامي. غير يعني غتشوف النبي كيفاش بدا الدعوه ديالو وكيفاش تحاصر والمصاعب اللي وقعت ليه والحروب اللي قاداه، انتصر هنا ونهزم هنا هاد الشيء كامل كتاخذ من انت واحد القدوه، واحد المشعل باش كتشوف كيفاش خاصك تصبح ناجح في الحياه ديالك. يعني السيره النبويه خصنا نقراوها مزيان ونحاولوا نعيشوا الحياه ديالنا على ما احل الله وما حرمه الله، باش نقدروا نكونوا غاديين في الطريق المستقيم ديال الاسلام، باش ننتقلوا للمرحله والضرر ديال المؤمنين، ومن بعد عاد المحسنين. يعني واين لنا ان لنا هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، واللي عنده شي تعليق يخليه لينا وما يبخلش باللايك وسبسكرايب، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.